هذه حالة تم إخراجها في مجزرة منطقة البيت لاهية، مشروع بيت لاهية. هذا الطفل في عنده عدة كسور في الجمجمة، وهناك نزيف حاد في داخل الدماغ، هو الآن في وضع حرج جدا. هذا الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل جدا، لكن للأسف زي ما حكيت خروج مستشفى الأندونيسي وخروج مستشفى الشفاء على الخدمة حيؤدي إلى وفاة الطفل هذا خلال ساعات إن لم يكن تدخل جراحي عاجل. مع العلم أن هذا أخوه توأم استشهد وهو الباقي لهذا الطفل، زي ما أنت شايف توائم في 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 حضانة واحدة. هذول التوائم أيضا من مستشفى الصحابة أو مجمع الصحابة، طبعا هذول 30 أسبوع. المكان اللي موجودين فيه هم التنين في نفس البيئة هذه سيء جدا، قابل للعدوى، قابل أن هذول في الساعات الجاية يصيبهم نوع من التسمم وتنتهي حياتهم. لذا يجب يتم تفعيل الحضانة في أي مكان في غزة أو في الجنوب حتى يتم الحفاظ على أرواحهم. هذه حالة أخرى، هذه حالة حضانة، لكن زي ما حكيت أنه أيضا الأهل ما بنعرف شوين هم استشهدوا هم أصيبوا، يعني وضع كارثي. إحنا نقوم بعملنا كأطباء وكأمريض، نقدم الخدمة الصحية والخدمة الإنسانية، وإحنا اللي بنقوم طبعا بعمل الحليب وتغيير البامبرز، ولا يعني بعمل أهل البادرين رغم الضغط الصعب جدا جدا اللي إحنا على مدار الساعة لم ما بننامش إلى دقيقة واحدة. يعني الحالة هاي طبعا أيضا هذه أيضا يعني أصيبت بشظايا في كل جسمها، وهناك علامات تسمم طبعا مستشرة في جسمها، وأيضا يعني هي موجودة على جهاز تنفس صناعي كما ترون، لكن وضعها الصحي حال جدا جدا. أيضا للأسف ما فيش أهل، لا نعلم أصيبوا استشهدوا فقدوا، ما بعرف، وضع كارثي بكل معنى الكلمة.